السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور فضل الأكوع، باحث بجامعة ميشيغان الأمريكية ومدير شركة العمق لتحليل البيانات. في هذا المقرر الذي يحمل عنوان تحليل البيانات باستخدام لغة الآر، سوف أتكلم عن البيانات وتحليلها. البيانات هي ثروة العصر الذي نعيش فيه، ولكن لماذا؟ البيانات تخفي الكثير من الأسرار وراءها. الفهم العميق لهذه البيانات يتيح للأطباء اكتشاف عقارات جديدة، ويتيح لأصحاب الأموال اكتشاف أسواق جديدة. التكنولوجيا الحاصلة اليوم في شركات كبرى مثل أمازون وإيباي ما هي حاصلة نتيجة لعمق، نتيجة لفهم عميق لتلك البيانات. معلومات كبيرة الحجم تم تخزينها خلال عقود ماضية. البيانات وحدها من يمكنك من تفسير الماضي واستشراق المستقبل. السؤال الذي نهتم به في هذا المقرر، ما هو الكنز الذي يختبئ وراء هذه المعلومات التي تم تجميعها خلال السنوات العديدة؟ هل تستطيع هذه المعلومات الإجابة عن أسئلتنا العالقة التي لم نتمكن من الإجابة عنها؟ هل تمكننا المعلومات من الاستفادة من الوقت، عدم تكرار جهود لن توصلنا إليها؟ إن شاء الله هذا ما سوف نتعرف إليه في هذا المقرر. أمثلة عملية ممكن تطبيقها في هذا المقرر. أولا مثلا تحليلك لبيانات البكتيريا من تربة الحفر يتيح لك معرفة جودة البترول الخام وكمية المخزون في ذلك الحفر. كذلك تحليلك لكميات هائلة وضخمة من بيانات المرضى يتيح لك من معرفة والتنبؤ بخطورة المرض ووضع المريض تحت المراقبة بناء على بياناته. كذلك تحليلك البيانات الأسواق المالية يتيح لك من معرفة أسعار البورصة في للشركات، وكذلك للتنبؤ بمتى يحصل انهيار مالي. كذلك تحليلك لبيانات العقارات يتيح لك من معرفة أسواق البيوت في أي شهر من أشهر السنة. كذلك تحليلك لصور المجرمين في المطارات يتيح لك التنبؤ بالجريمة قبل وقوعها. كذلك تحليلك لبيانات مستخدمي الفيسبوك وتويتر يمكنك من معرفة طبيعة المستخدمين، ماذا يحبون ماذا يكرهون، ويمكنك استخدام هذه البيانات في استهدافهم كما حصل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. أخيرا تحليلك البيانات الشركات الكبيرة الضخمة مثل ستاربوكس وولمارت وكوستكو وتارجت وولغرين يمكنك من استهداف بعض المستخدمين وتسويق بعض المنتجات الخاصة بهم. هذا إن شاء الله ما سوف نتطرق إليه في خلال هذا المقرر إن شاء الله. أخيرا من هم المستهدفين في هذا المقرر؟ المستهدفين هم أي شخص عند البيانات يريد أن يستخرج منها المعلومات الهامة، مثلا أصحاب رؤوس الأموال يريدوا أن يفتحوا ماركت جديد، يريدوا أن يعرفوا ما هي المنتجات المطلوبة، من هم الكاستمرز، من أشياء كثيرة جدا، يريدوا عندهم أسئلة ويريدوا أن يجدوا أجوبة على هذه الأسئلة من هذه البيانات. ثانيا ممكن يكونوا طلاب الماجستير والدكتوراه، أعضاء هيئة التدريس لديهم بعض البيانات يريدوا أن ينشروا أبحاث، طلبة الدكتوراه والماجستير لديهم بيانات يريدوا أن يفهموا كيف يعملوا تحليل لهذه البيانات بطريقة علمية. هؤلاء هم الفئة المستهدفة لهذا القرار. لا يتطلب يعني أن تكون لديك خلفية في الإحصاء أو في البرمجة حتى تحضر هذا المقرر. سوف أحاول أن أبسط المعلومة في المقرر هذا بحيث أنها تغطي جميع فئات المجتمع. في عند الانتهاء من هذا المقرر سوف تعلم أو سوف تتعرف على أهم على ما هي أهمية البيانات الضخمة في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن، ما هي أهم الأدوات المستخدمة في تحليل البيانات، أهم العمليات الإحصائية أو البيانات الإحصائية،
كيف تحويل البيانات إلى أشكال، لأن إحنا نتعامل أكثر حاجة بالأشكال. أيضا سوف نعرف يعني نطبق أهم الخوارزميات أو الألغوريث مثل الكلاسترينج والبي سي اي والديب ليرنينج والكلاسيفيكيشن إن شاء الله. أتمنى أن أراكم في هذا المقرر إن شاء الله على خير، وشكرا جزيلا لكم.